أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا، وأجواءنا اليوم شديدة الحرارة وغائمة جزئيا، ورياحنا شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، التراوح سرعتها من 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة، مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة بشكل عام على البلاد التراوح ما بين 41 إلى 48 درجة مئوية، مع ساعات الصباح الأولى رياحنا شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة، تراوح سرعتها من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة الكويت 32 درجة مئوية، 28 في العبدري، 27 في السالمي والشقاية، الوفرة 30 درجة مئوية، جزرنا الشمالية وربا بوبيان وفيلتشا 32 درجة مئوية، أما كبر وقارو أم المرادم 33 درجة مئوية. أما بالنسبة لأجواءنا بعد منتصف نهار الغد، أجواءنا شديدة الحرارة وغائمة جزئيا، ورياح شمالية غربية مستمرة معانا تصل سرعتها حتى 32 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة الكويت 46 درجة مئوية، 49 في العبدلي والشقاية والسالمي، أما في الوفرة أعزائي المشاهدين 47 درجة مئوية، 46 في وربا وبيان وفيلتشا، 45 في جزرنا كبر وقارو وأم المرادم. حالة البحر المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 3 أقدام. المد الأول الساعة 2:45 دقيقة الفجر، المد الثاني الساعة 4:45 دقيقة العصر، الجزر في الساعة 10:15 دقيقة صباحا، أما الجزر الثاني في الساعة 9:50 دقيقة مساء. موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:09 دقائق، شروق الشمس الساعة 5:30 دقيقة، أما غروب الشمس في الساعة 6:00. الطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة في مدينة الكويت، أجواءنا بشكل عام شديدة الحرارة، تراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية، أما الصغرى تتفاوت بين 32 إلى 33 درجة مئوية. يوم الثلاثاء رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تراوح سرعتها من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يوم الأربعاء والخميس تستمر معنا رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط على فترات تصل سرعتها حتى 45 و50 كيلومتر في الساعة، مع فرصة للغبار خاصة المناطق الصحراوية. يوم الجمعة والسبت تزداد سرعة رياح الشمالية الغربية، تصل سرعتها حتى 55 كيلومتر في الساعة، ترتفع معها الأمواج البحرية حتى 6 أقدام، لذلك ننصح بأخذ الحيطة والحذر. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة.